قبل ما اقول لكم رايي ايه السبب، خليني اسمع راي سياده النائب محمود عطيه نائب البرلمان. مساء الخير يا فندم. نور يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا حضرتك. اولا مع تاجيل عرض بيان الحكومه؟ طبعا مع التاجيل في الفتره دي. ايه السبب يا فندم؟ لاسباب كتير. بتمر مصر بمرحله شائكه جدا وخطره في الاقتصاد المصري بتاعها. ايوه. والحكومه بتاعتنا اللي هي بقى لها لسه ما كملتش 4 شهور للاسف الشديد لم تختبر ولم تمتحن بعد. ودلوقتي اللي احنا لو قلنا البيان في يوم 27 الجاي ده مش بنديها الفرصه ان هي تحل مشكله الدولار اللي هي مقومه الدنيا وما عداها دلوقتي، لان دي مساله مش بسيطه. تمام. فلازم نديها شويه عشان ما تقولوش ان احنا برلمان ما ادينهمش الفرصه. ده اول حاجه. ثاني حاجه ان البرلمان نفسه فعلا مش جاهز، لان اللجان بتاعتنا لسه ما اتكونتش، اللجان النوعيه بتاعتنا وخصوصا اللجان الاقتصاديه والطاقه وال المعنيه يعني اللي خاطر الاستثمار والصناع والمشروعات مش جاهزه. ولائحه الداخليه شغلانه الاسبوع الجاي، احنا مشغولين جدا الاسبوع الجاي في اللائحه الداخليه وهنصوت عليها بند بند وماده ماده. هنبقى مشغولين في اللائحه الداخليه بتاعت مجلس الشعب. ايوه. مجلس النواب اسف. وكمان اللي جاي. لازم ندي فرصه شويه نتفرج على الحكومه بتاعتنا هتحل مشكله الدولار ازاي اولا، وهتحل المشاكل الاساسيه اللي في البلد ازاي. طبعا انا بشيد بالمبادره اللي حضرتك قلتها دلوقتي بتاعه يا فندم. بشيد بالمبادره. بشيد بالمبادره اللي حضرتك دلوقتي قلتها، ان انت عايز حضرتك تعمل مؤتمر اقتصادي للمستثمرين المصريين ومساعدتهم على حل مشكله الدولار. مظبوط مظبوط. انا مش محتاج حد من الاجانب دلوقتي، انا عايز المصريين يقعدوا مع بعض ونسمع بعض. لا وجود الاجانب ولا حضورهم في مصر الا لما يكون رجال الاعمال المصريين راضيين وبيشتغلوا بشكل وبكفاءه كويسه. ده بيدي طمانينه للمستثمر الاجنبي، ولا يمكن ان يدي طمانينه للمستثمر الاجنبي غير لما يكون المستثمر المصري في مامن وان هو عارف يحل مشاكله الداخليه. ما بالك ان الاجانب لما يجوا هيقولوا ان اذا كان احنا مش عارفين نحل مشاكلنا. طب انا عندي بس سؤال، مش عارف حضرتك عندك خلفيه قانونيه فيه ولا لا، هل فيما يتعلق بالدستور او لائحه المجلس او فيما يتعلق بالاجراءات، هل المفروض ان بيان الحكومه يلقى في خلال 30 يوم من القاء رئيس الجمهوريه خطابه، ولا مفيش حاجه ملزمه بكده؟ لا مفيش حاجه ملزمه بكده. مفيش حاجه ملزمه بكده. الكلام ده كلام استرشادي زي ما بقول، او حاجه زي ما بقول من القوانين اللي هي مش القوانين من يعني الاعراف اللي بتحصل في السنين. مفيش احنا في مرحله تاريخيه المفروض ان احنا دلوقتي نركز فيها، نسيب الحكومه لمده شهر نشوفها كويس. طبعا. ولو عايزين مننا احنا كنواب اي مساعده احنا مستعدين، واحنا عندنا نواب بيفهموا في الاقتصاد كويس وفي الاستثمار كويس وبيفهموا في الصناعه. طب هنا عندي سؤال يا سياده النائب، اعتقد انه يوضح لي ويوضح الساده المشاهدين التوجه شويه. هو المفروض لما الحكومه تيجي تلقي بيانها امام حضراتكم في مجلس النواب وحضراتكم بتناقشوا الحكومه وبالتالي بتاخدوا قرار ان انتم تدعموا الحكومه وتدعموا خطتها وتوجهها، او ان انتم ما تدعموهاش وتسحبوا منها الثقه، بناء على ايه؟ بناء على الاداء الحكومي خلال الفتره اللي فاتت، فانتوا جايين تقولوا والله عجبنا ولا مش عجبنا، ولا بناء على ما تقول الحكومه ان هو هيتعمل الفتره اللي جايه فانتوا بتقولوا موافقين عليه ولا لا؟ يعني انتوا في الواقع بتدعموها قدام ولا ورا؟ هو المفروض ان احنا بندعمها قدام، ولكن احنا نفس الحكومه فاحنا المفروض بيكون عندنا رؤيه ورا وقدام. يعني احنا في مرحله ما بين الحكومه اللي كانت شغاله ورا اللي هي نفسها هيتغير فيها بعض الوزراء ويكون قدام. فبالتالي احنا عندنا فرصه تاريخيه ان احنا نقيم الحكومه كويس ونناقشها كويس. كويس. لان احنا عندنا فكره عنها كويس، لكن ده في الطبيعي ما بيحصلش. المفروض ان الحكومه بنبقى بنشوف توجهاتها في المستقبل، بتقول هتقدر تعمل كذا في عمل الدوله، في الموازنه، في الخطه بتاعت التعليم، في الصحه. الوزراء بتاعتها مين، ده في المستقبل. لكن احنا عندنا فرصه تاريخيه ان احنا عندنا الاثنين مع بعض، وده بيديهم فرصه برضو ان احنا 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 حاجه واحده. انا عايز اقول ان البرلمان بيمثل الشعب اكيد وبيمثل اراء الشعب اكيد، ولكن احنا كنواب المفروض نبص للحظه الفارقه اللي موجود فيها مصر دلوقتي ونشوف في مصلحه مصر. واحنا بنقول الحكومه انا في رايي يعني ان احنا نمهلكوا فتره قبل ما احنا نكون لجنة ونكون اللائحه بتاعتنا، واحنا بنشوفكم ولو عايزين اي مساعده من البرلمان احنا موجودين وبنعمل حاجه واحده. ده رايي. انا بشكرك شكرا جزيلا نائب محمود عطيه نائب مجلس النواب.